اشتد الجوع بالثعلب يوما، فخرج يبحث عن فريسة له. في طريقه قابل الضبع فقال له: ما رأيك أيها الضبع إن تشاركنا سويا؟ بقوتك تلك ودهائي نستطيع الحصول على فريسة بمنتهى السهولة. وافق الضبع على الفور، وبعد ساعة استطاع الحصول على ظبي صغير. فقال الثعلب للضبع: هيا يا أخي أعطني نصيبي، أنا راض بقسمتك. نظر الضبع للظبي الصغير في حيرة وقال للثعلب: بل افعل أنت ذلك. فما كان من الثعلب إلا أن قطع الظبي إلى جزئين، الرأس في جهة وباقي الجسم في جهة أخرى، وقال للضبع: اختر يا أخي الكريم ما تريد. نظر إليه الضبع متعجبا وقال: بل اختر أنت. فقدم الثعلب للضبع رأس الظبي وأخذ يأكله في باقي الجسم. فقال الضبع: لكن تلك القسمة ليست عادلة، لماذا تأخذ أنت النصيب الأكبر؟ قال الثعلب: لو كنت مكاني فأي جزء تعطيه لي؟ قال الضبع: كنت سأعطيك الجزء الأكبر. قال الثعلب: ها أنا قد اختصرت عليك الطريق.